الحفاظ على التراث السمعي والبصري يشكل ملامح التنوع الثقافي والحضاري للمجتمع. مدينة البصرة كانت تمتلك إرثا كبيرا يمتد إلى عدة عصور، إلا أنه أخذ يتلاشى بالآونة الأخيرة بسبب الإهمال الحكومي. البصرة تمتلك الكثير من الإرث على مدى العصور، وهي حاضرة من المدن التاريخية. تراثها القريب والبعيد حافل بالإنجازات، لكن للأسف خلال الفترة الأخيرة بدت هذه المعالم تطمس وتضمحل. نخشى ما نخشى أن يأتي اليوم اللي ما تنذكر به تلك الشواخص بأي أثر. أعتقد بأن الذاكرة البصرية تحتفظ وتختزن في داخلها كثير من التراث المتعلق بالجانب السمعي والشفاهي والبصري. أعتقد الدولة الآن والمحافظة والجامعة بحاجة أن تضع يدها بيد واحدة من أجل إثراء حراك معرفي ثقافي لإظهار هذا التراث العميق الكبير. المركز الثقافي في جامعة البصرة وبالتزامن مع اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري أقام ندوة ناقشت محورين أساسيين، الأول يتعلق بالجانب البصري عبر واقع الصورة وتأثيرها بالوعي المجتمعي، والمحور الثاني يتعلق بالثقافة الشفاهية بالمعتقد والخرافة والطقوس التي يمارسها البصريون. طبعا الكثير من القضايا السمعية والبصرية الموروثة جيل عن جيل في مدينة البصرة تناولناها من زاوية المعتقدات اللي توارثها الأبناء عن الأجداد عن الآباء. حقيقة المعتقدات خاصة المعتقدات فيها كثير من القضايا الجميلة، القضايا التي ممكن أن تعطي خارطة لثقافة المجتمع. ضروري أن يخلد تراث البصرة، وخاصة عندنا عادات قديمة إذا تتذكرها، مثلا الرقص الشعبي، كان أكو رقص خاص يوم العرس، أنا شايفة أبو الخصيب وشايفة بالزوير وزفة العروس، أشياء كثيرة من عاداتنا وتقاليدنا، والحصاد، الأهوار أحلى بيئة لتخليد الرسم، لأن الأهوار ترى راحت الآن. منظمة اليونسكو الدولية تعتبر التراث السمعي والبصري جزءاً مهماً للهوية الوطنية ودليلاً حيوياً توثيقياً للذاكرة الجمعية الحضارية للشعوب التي تتناقلها الأجيال. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.